تكريم نادي الأهلي. الكابتن سيف سمير يتقدم التتويج بالميدالية الذهبية. كابتن خالد الروسي وكابتن إيهاب محسن، يأتي وراهم أحمد مهيب بس 3 بوينت، عمرو زهران، ثلاثية أحمد إسماعيل في آخر 39 ثانية جعل الله التتويج ومساج وحامد الكأس للمهمات. والآن لحظة التتويج ورفع الكأس 11 للنادي الأهلي في تاريخه بقيادة السنيور أوغوستي. يتقدم الكابيتانو سيف سمير لحمل الكأس عاليا واحتفالية جديدة في ثاني أيام وختام شهر رمضان. أعاد الله علينا وعليكم بكل خير ويوم وبركات. اللحظات للتصوير، الكابيتانو سيف سمير يتقلد الكأس ويرفع الكأس عاليا وسط احتفالية في مدينة الإسماعيلية. الكأس 11 للنادي الأهلي وتتويجه في الإسماعيلية من استاد هيئة قناة السويس. صريحة كده لحضراتكم، 2019 كان آخر مباراة لعبها هنا النادي الأهلي، فاز بيها على نادي الاتحاد في نهائي دوري المرتبط في 2019. كان تولى تدريب الفريق الكوتش طارق أشرف توفيق، وكان تولى تدريب الاتحاد نادي الاتحاد الكوتش أحمد مرعي. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وألف مليون مبروك للأهلي والأهلاوية، والصور هي أبلغ دليل على الفرحة. والآن ننتقل سريعا إلى الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن سلعوه وكابتن طاهر رجب. ألف مليون مبروك كابتن طاهر، ألف مليون مبروك كابتن سلعوي، ألف مليون مبروك كابتن هيثم، ألف مليون مبروك للأهلي والأهلاوية. كنت معكم معلقكم محدثكم أحمد مناع، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم قريبا بإذن الله. ألف مليون مبروك الكابتن هيثم السعيد، إليك المايكروفون.